بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم اخوتي، ان شاء الله راكم بخير. نقول لكم مرحبا بكم في قناة يوتيوب حميد ميكانيك. اليوم راح ندير لكم فيديو فيما يخص كيفاش تفي دونجي لا بواط فيتاس تاع 208 ولا 301 1.2 في تي بير تك. راني قبل درت لكم فيديو عليها، ودركا حبيت ثاني نزيد نعاود لكم الشرح. خوتي كما تشوفوا لهنايا راهي قدامي بات فيتاس، سمحوا لي راهي قديمه. واش الا كان باش نوضح لكم بعض الامور، خاطرش بزاف منكم اللي كلموني قالوا لي يا عمي حميد منين تدفي دونجا ومنين كبوا لها الزيت. اولا خوتي الزيت تاع بات فيتاس هذا فو با طولوا به، كاين دي سيت سبيسياليزي يقول لك بدل من 25 ل 60000، وكاين يقول لك من 50 حتى ل 100000. انتم تقدر تروحوا حتى ل 100000 وتبدلوا الزيت هذا، ما تخلوهش خلاص. بون دوكا الزيت اللي لازم نبدلوه هو هذا، اشفوا عليه. ها هو لا 75 دبل في 80، لا 75 دبل في 80. تقدروا ديروا في التوتال في اللي كيمولي في تاع النفطال، المهم التركيبه تكون كيف كيف برك. هذه التركيبه راك تشوف فيها لهنايا تكون كيف كيف، هذا مكان لا 75 دبل في 80. دركا نرجعوا منين نبدلوا، ارفعوا سياره وروحوا جهه الكاردون تاع جهه السايق، الكاردون صغيره تلقاو هذا. شوف هذا البوشون هنايا، افتحوه بمفتاح فيدونج، جيبوا مفتاح فيدونج هاوليك وافتحوه، هاو ساهل. خلوا الزيت يسيح، بس قبل ما تنحوا قبل ما تفتحوا روحوا لفوق وين كاين الباتري، طلوا وين كاين السيليكتور فيتاس لهنا من فوق، روحوا للجهه هذه. شوفوا نوريكم، هاو السيليكتور فيتاس لهنايا، كاين لهنايا المانو هذا تاع المارشاريير، وكاين لهنايا واحد البوشون غطاء، هذا هو النيف تاعها رونيفلور. هذا نحوه هزوه الفوق بالك يروح لكم، هو خاص هذا الغطاء. خلوه حتى الزيت يفرق، نتوما تشوفوا باللي الزيت تاعكم فرق منه فربوا، رجعوا الغطاء تاع لافيدونج. ومن بعد لازمكم تجيبوا كاش ما كان لمبوط صغير، جيبوا لمبوط يكون اقل من هذا، يكون يدخل في هذه الثقبه هنا، لازم يعود يدخل في الثقبه هذه، هاد تجيكم شويه محصوره. واش نكون تسيبوا ديروا كاش داخل لمبوط، ديروا كاش سلك يكون خشين، ديروا داخل لهنايا سلك كاش ما كان سلك كما هذا، ديروا داخل لهنا. وكي تكبوا تعودوا تكبوا زيت كبوا بشويه وهزوا حطوا باش تتنفس، باش ما يطيرش فيكم الزيت. او تقدروا تنحوا المانو هذا لهنا، هذا المانو تقدروا تنحوه وتكبوا زيت راهو يمشي، خاطرش هي كي تلقى منين تتنفس يمشي الزيت كما حب لكم. ولا حبيتوا ما تشقاوش ما تنحوهش، ديروا برك سلك كما هكذا وكبوا زيت وطلعوا حبطوا هكذا باش تتنفس، هذا مكان. خوتي الباكم كي تطولوا بالزيت ما تبدلوهش، يعود لكم قاسي، تعود لو فيد فيتاس يعود قاسي كي تجوا تعقبوه. على خاطرش هذو هما لي سانكرونيزاتور رهاف بزاف لهنا، هذو الصفوره راهم رهاف بزاف، وكي يوسخوا لداخل يعودوا يجيكم قاسين، وساعات حتى تسمعوا تكراكي الفيتاس كراكي شويه. شوف كاش يعقب، هكذا يعقب، بصح على عاد نقولوا كاين له سخ يكراكي الفيتاس. هذا وكاش ياك تاع كي عدو نقولوا فيه الزيت ما تسمعوا والو.
ومن بعد كتكبوا زيت تاعكم نحو المحقول، وما تنساوش ترجعوا الغطاء هذا، هو ضروري هذا، لاخاطش كون يدخل لكم التراب والماء راهي راحت علبة سرعة تضر. اما خوتي درك هاتيا باش نعرفوا شحال تهز هذه علبة سرعة، شحال تهز الزيت، راه مش كما علبة سرعة تاع السيارات الاخرين اللي هزوا 3 لترات، هذه راهي تهز بعض الليسيت يقول لك ريت 83 والبعض يقول لك زوز ريتلات. انتم تقدروا ديروا زوز ريتلات، وتقدروا ثاني حاجه كي تنحوا الزيت تاعكم تكيلوه، ان شاء الله راكم تلقاو الا ريتلا و80. هذه هي حتى وتزيدوا نقولوا تلحقوا حتى زوز ريتلات راه ما يدير والو، ما يضرش، هو كي يعود ناقص ياسر يضر، وكي يعود زايد ياسر يضر. خاوتي كما راكم تشوفوا القدام راني نوجد في واحد المحتوى خاص بالمذاخات تاع البنزين اللي راهي قدامكم هنايا، وان شاء الله ربي يقدرني ندير لكم فيديو وشروحات مميزه اللي ان شاء الله تستفادوا بها. السلام.